على واحد الحوت اللي عزيز على كل مغاربة، لكن ما تعرفوش قيمته الغذائية اللي تيستاهل. صباح الخير سي نبيل عياشي. صباح الخير سميرة، شخبارك؟ الحمد لله ربي يخليك. الحمد لله. أنا ما تنشطرش المغاربة في هذه المسألة هذه، لأن أنا من الحوت المحبب لدي اللي عزيز عليا، واللي تنقدر نقول لي سلطان الحوت، لأن سلطان الحوت المغاربة كانوا تيقولوا على الروجي. أنا تنقول سلطان الحوت هو السردين. نعم. اشنو رايك، يستاهل هذا اللقب ولا لا؟ انا متفق معك يا رافق، قبل ما نبداو حنا كاع في هذا نهضروا على كره التمان، ولاو الناس يتلاقوني مابقاوش يسولوا فيا. تقول شحال اللي كانوا تيتلاقوني صافا سي نبيل لاباس بخير، دابا تيتلاقوني سلام سي نبيل كي دايره سميره لاباس عليها. مرحبا بسلامهم، مرحبا بسلامهم. وانا تنوصل لك سلامهم باش يعرفوا راني تنوصل السلام ديالهم. مرحبا بسلامهم وشكرا على التتبع والوفاء ديالهم للبرنامج جاي كره التمان وصباحيه الدزام طبعا. اذا كيف ما قلت من أحب الأسماك. نعم. لدي هي السردين. تنظن بأن ما عطينش حقه في الأهمية الغذائية هنا في المغرب، ربما لأنه موجود تبارك الله. نعم. عندنا، لأنه نعم. رخيص. صح. كذلك قد ما غلى فهو دائما تيبقى رخيص. نعم. الشيء واخا يوصل 20 درهم فتيبقى. نعم. سمك رخيص. المكونات الغذائية ديالو لا تعد ولا تحصى، وغادي نتعرفوا عليها اليوم. أنا حبيت نتكلموا على السردين لأن عندي عادة في الدار نهار الأربعاء. نعم. دائما تندير الطاجين ديال السردين. نعم. كفته. نعم. وتيجي لذيذ بزاف. دونك شنو هي المنافع؟ عارفين بانه من الاسماك الميدمه اللي فيها. نعم. دهنيات، صحيح ولا لا؟ نقدر نقول لك ان من اعلى الاسماك قيمه غذائيه هو السردين. واش شفتي؟ دونك هذا المشكل اللي طرحتيه هو مشكل كبير، وغادي نشوفوه حتى في بعض المنتوجات الغذائيه الاخرى. هو ان للاسف ان كاين ما نعموش، كاين بعض الناس تربطوا القيمه الغذائيه بغلاء السعر ديالها، وهذا اكبر خطا في الجانب ديال الغذاء. لان انا ماشي انا غير باش نعطيو فكره، ملي تنهضروا مثلا على السمك وتنهضروا على ملي تنهضروا على السردين وتنهضروا على الصول، فراه السردين اغلى قيمه غذائيه من الصول. هذا ماشي انا الصول خايب، ولكن السردين قيمته الغذائيه اغلى واكبر من الصول ولا من الميرلون. غير الناس دابا الناس كيف ما قلتي البارح، كل ممنوع مرغوب. دونك اللي غاليه حنا اللي تنعطيوها قيمه. وهذا خطا. علاش السردين هو اعلى قيمه غذائيه؟ لان تنعرفوا ان الاسماك هي ثلاث انواع. كاين لو بواسون غرا، السمك اللي فيه بزاف ديال الدهنيات. كاين لو بواسون ميغر، وكاين لو بواسون اللي ما بيناتهم سومي غرا ولا سومي ميغر. فلو بواسون غرا شكون اللي كاين فيه؟ كاين فيه الصومون مثلا، وكاين فيه السردين. ملي تنهضروا على هاد لو بواسون غرا اشنو تيعني؟ يعني انه يحتوي على قيمه كبيره من الدهنيات، وهنا فين كاين راس الخيط. هاد القيمه الكبيره من الدهنيات اللي كاينه في السردين علاش هي مهمة؟ ربما كاين اللي غيسمع الدهنيات غيتخلع، غيقول لك كيفاش هي دهنيات ومهمة؟ نعم هي دهنيات ومهمة. علاش؟ لأن الدهنيات ديال السردين هي دهنيات غير مشبعة. وهنا ملي تنهضروا على الدهنيات، فالسردين مثلا تحتوي على نسبة ديال 20% ديال البروتينات. هي بروتينات نفس الكمية نفس لها اللي كاينة في اللحوم، وتقريبا 10% ديال الدهون. فهنا ملي تنهضروا على هذه القيمه الغذائيه، الو خصنا نفهموا بان البروتينات ديال السمك او البروتينات ديال السردين هي افضل واحسن من البروتينات ديال اللحوم الاخرى. علاش؟ لان البروتينات ديال السردين ما معهاش نسبه كبيره ديال الكوليسترول، في حين ان البروتينات ديال اللحوم الاخرى معها نسبه ديال الكوليسترول او ديال الدهنيات اللي هي مشبعه. هذه من جهه. من جهه ان هذه الدهنيات اللي كاينه في السردين، بما انها دهنيات غير مشبعه، دهنيات صحيه، دهنيات مفيده، فهي تتقينا من امراض القلب والشرايين، فهي تتنقص من نسبه الكوليسترول، وهي غنيه بمجموعه ديال الفيتامينات وخصوصا الفيتامينات المذابه في الدهنيات. وهنا تنعرفوا بان السردين غني بالكالسيوم، تقريبا 300 ملي غرام ديال الكالسيوم. فيه كذلك مجموعه ديال الاملاح المعدنيه بحال المغنيسيوم، بحال الفوسفور، بحال السيلينيوم كذلك اللي تلقاوه بشكل كبير في السمك. بالاضافه لهذا انه يحتوي على مجموعه مهمه من الاملاح المعدنيه والفيتامينات الاخرى. فاحتواء البروتينات الدهنيات الغير المشبعه و الفيتامينات والاملاح المعدنيه تيجهل منه انه يعتبر سلطان الحوت. سلطان الحوت بالاضافه لهذا الاوميغا 3 اللي كنا هضرنا عليها. فالسمك او السردين يحتوي على الاوميغا 3. كاين الابعد من هذا، ان السمك
يعتبر بالاغذيه المضاده للسرطان باحتوائه على هذه المكونات الغذائيه. ولكن المشكل فين كاين؟ المشكل هو اننا تنقليو هذاك السردين، ففعض ما انه يكون يقي من هذه الامراض تيولي هو مسبب لهذه الامراض. فهنا ملي تنهضروا على السردين، هو مزيان بالنسبه للوجه، مزيان بالنسبه للهرمونات ديالنا، مزيان بالنسبه للشعر، مزيان بالنسبه للبشره، مزيان بالنسبه للاعضاء الاخرى ديال الجسم ديالنا، ولكن ماشي مقلي في الزيت. لانه بالاضافه للامور اللي ذكرت، هو يحتوي كذلك على الحديد، يحتوي على فيتامين بي 3، فيتامين بي 12، فيتامين دي، على الزنك، على النحاس. هذاك الزنك والنحاس اللي عقلتي كنا تنقولوا بان الحديد باش يتمص خاصو النحاس. السمك يحتوي او السردين يحتوي عليهم بجوج، يحتوي على النحاس ويحتوي على نفس الحديد. وبالتالي فالناس اللي تعانيوا من فقر الدم الاغلبيه ديالهم تيمشيو للحوم، في حين ان التلوية يشدوا الاتجاه للجهه الاخرى ويمشيوا الاتجاه ديال السردين، وغيزيدوا على السردين الحامض اللي هضرنا عليه البارح، يعصروه فوق منه او يطيبوه معاه، غيمكن لهم يقيوا نفسهم من هذا المشكل ديال فقر الدم. بغيت نسولك على الفرق ما بين الفرق يعني في القيمه الغذائيه ما بين الشطون والسردين، واش مقاربين ولا لا؟ مقاربين، غير هو الفائده اللي كاينه في الشطون اشنو هي؟ هو الشطون تيكون صغير وبالتالي نقدروا ناكلوه بالشوك ديالو، وهذاك الشوك ديالو تما فين كاين الكالسيوم. ولكن الا كلينا بالشوك ديالو يعني اننا خصنا نقليوه ولا نديروه في الفران؟ واكثريه الناس يقليوه. لا ما خصوش يتقلى. واه جوستومون جوستومون، هي مساله تقلي. لا ما راه يمكن يدار في الفران، ولا راه كاين لي زونشوا، راه لي زونشوا تيجيو كاع. شوف انا غادي نعطي الوصفه ديال لي زونشوا ماريني، حتى هي مزيانه مزيانه، واخا الناس ما تيزعموش عليها بزاف، ولكن هي مزيانه. اولا لا طابوناد، انا ملي تيتطحن الحوت مع السردين ولا سورتو لي زونشوا مع الزيتون كحل، وتزيد له الثومه، تزيد له شويه الزعتر وشويه الحامض. لا طابوناد نورمالمون تدار بالزيتون، ولكن تزيد هي الاساس ديالها هي الزيتون، تزيد فيها شويه ديال الشطون باش. اكزاكتومون. فهنا ملي تنهضروا على المشكل ديال الكالسيوم لولادنا الان، والمشكل ديال هذا فقر الدم لولادنا الان، فتناولنا لهذا السردين ولا تناولنا لهذا الانواع ديال السمك غادي يساعدنا، وغادي يخلينا باش اننا نقيو نفسنا من هذه الامراض هذه. لهذا فالتناول ديال السردين الناس ما يبقاوش يقولوا واكلينا غير السردين. كما تنقولوا بالدارجه ديالنا خصو يعمر بها فمو، كليت السردين تغديت بالسردين، ضرب شويه السردين فوالا شويه، ولا هذيك وحده فوق وحده بحق ماشي مقليين. الشركة سميتها وحده فوق وحده، نقدروا نديرهم في الفران مع الشرموله، تيجيو لذاذ كروسيان. طاجين كما قلتي قبيله، طاجين تا هو راه عندك عطيت الوصفه ديالو، تا هو تيجي لذيذ بزاف. انا عندي واحد الفكره اخرى السي نبيل العياشي. فاش كنت صغيره كنت تندير البيتزا، كنت تخليني ماما بالسيف ندخل الكوزينه دونك لا صوص ديال البيتزا، فاش ندير البصله نقليها وتندير معها الماتيشا وهداك الشيء، اش مش تندير فيها؟ تناخذ الفيلي ديال السردين، الفيلي تنحيد ليه كل شيء وتنحيد ليه حتى القشيره ديالو وتنلوحها في هذيك لا صوص. يا سلام، عرفتي كيفاش تجي لذيذه وتجي مهبره؟ عرفتي هذوك الطريفات ديال السردين تيتفرتوا وتيجي ولداد، والناس ما تيفهموش بانه السردين. وتجي هذيك لاصوص لذيذة بزاف، دونك ديروا هذيك لاصوص بالسردين، غديروا غير البصله وماتيشا شويه زيت البلديه وريقه سيدنا موسى والتوابل والسردين فحال هكا، وهي اللي ديروها لاباز، وعاد باش من الفوق اللي درتوا عليها من الخيط، تقدروا تكتفيوا غير بالزيتون وفخوماج، غادي تجي لذيذة. هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه هي لي زانشوا ماريني. على فكره فكاين الناس اللي تيماريني وحتى السردين، طبيعه الحال السردين الصغير. نعم. تقدر حتى هو تنقي تحيد ليه الراس ديالو السنسول ديالو وتغسلو مزيان، نفس الشيء بالنسبه للشطون او لي زونشوا، تحيد ليه الراس ديالو وتحيد ليه السنسول ديالو وتغسلو مزيان، ومن الاحسن ديروه فوق بابي اسوربون باش يحيد منه الرطوبه. من بعد تنحطوه في شي اناء ما يكونش ديال الحديد، يكون من الاحسن ديال الزاج، تنكبوا عليه عصير ديال الحامض، ثومه بزايد المعدنوس وريقه سيدنا موسى. انا تنفضل بان هذه الخلطه تبقى في الثلاجه واحد الليله ونهار باش تتب الشطون ولا السردين، من بعد تنحيدوها عاد باش نديروا خلطه واحده اخرى فعاود الحامض والثومه، طبعا الملحه ونسيتها خاص ولا بدات تكون الحامض والملحه والمعدنوس والزيت البلديه. سي تري تري بون. هاد الشطون يمكن لكم ديروه في لي بات، تقدروا ديروهم في لي سالاد تيجي مزيان، ضروري في لا سالاد نيسواز، و
تقدروا ديروا في البيتزا وبزاف ديال بزاف ديال الحوايج تقدروا ديروها غير هكاك كوم اميوز جول مع طريفات ديال ديال الخبز يجي لذيد كذلك. وما تردوش اليوم الاربعاء الوليدات ما قارينش في عشيه, فيمكن لكم توجدوا لهم شي طاجين ديال ديال السردين كواري وتفنوا فيه ان شاء الله وبالصحه والراحه. موعدنا يتجدد معكم غدا ان شاء الله دائما مع كل وتمعا برنامجكم اليومي الغذائي مع السي نبيل العياشي. كونوا في المواعيد.